يعتبر في موسم الرابع، والحمد لله بفضل طبعا حرص قناة الوطنية والرعاة الرسميين للمسابقة على تواصلها وعلى استمرارها تشجيعا للشباب والقرائحهم في الغنى الحساني. مشاهدين الكرام، أخمس متسابقين، أخمس فرسان الليلة طبعا ليه عودوا أعلى منصة مسابقة برنامج بدع الجيل من أجل التنافس المحتدم لخطف ورقة العبور شور الدور الثاني من المسابقة. في الحلقة الماضية شفنا خمس متسابقين تقدموا لبيت النقد اللي موجود فيه بطبيعة الحال الأديب والناقد الأستاذ محمد فالود سيدنا، والأديب والناقد الأستاذ محمد حي والسيدياء، وصعدوا منهم اثنين بقوة نصوص، واحد طلع شور الدور الثاني التحق بزملائه عن طريق ورقة الإنقال. والليلة أيضا خمس متسابقين لا هي جلسوا على منصة إلقاء نصوص أمام لجنة التحكيم، ولا هي قدموا النص اللي مطلعين به القاف وأيضا النص اللي مختارين للمشاركة في الحلقة الثانية من المسابقة. نذكروا بالنص اللي مطلوب أصلا تطلعه واللي من خلاله تم تصفية المتسابقين اللي مشاركين في الدور الأول من المسابقة، اللي هو حد الدنيا فواتها لشافه يفنى فيها ما غروه نهاراتها ولا غروه لياليها. والليلة لاهي شوفوا الطريقة اللي تعاملوا بها المتسابقين الخمسة مع هذا القاف، وطلع اللي طلعوا بها هذا القاف، ولاهي شوفوا أيضا النصوص اللي اختاروا من إنتاجهم للسباق الليلة لخطف ورقة العبور شور الدور الثاني. كيف ما عودناكم في مسابقة برنامج بدع الجيل، فقرات ممتعة متنوعة تتميز بالإفادة والمتعة. هذه الفقرات اللي نحافظوا عليها في مسابقة برنامج بدع الجيل، واللي من أبرزها فقرة براعة الجيل اللي هي طبعا تسجل بصمة نسائية في الإبداع من خلال الأدب النسائي اللي هو التبراع، وهذه الفقرة ندور ونوصل لها إن شاء الله مع الناقدة الفنانة الكبيرة المتميزة بصوتها الشجي والمتميزة أيضا بنقدها الفنانة ميمة مدندني، وندور نشوفوا طبيعة القرائح النسائية في الإبداع خاصة في التبراع مع ميمة مدندني في وقت الفقرة بحول الله. كذلك فقرة ضيف شرف الليلة كاردين لكم فيها مفاجأة من العيار الثقيل من خلال طبعا طبيعة الضيف اللي مستضافين الليلة، وهو كيزة من الكايز الغنى الحساني، وربما هو قاعد كيزة اللي واقف عليها خيمة الأدب الشعبي الموريتاني، وندور نكشف عنها إن شاء الله في جزئها الأول. بداية لا هي طبعا نرحب بالنقاد الأستاذ الأديب الناقد محمد فالد سيدنا، مرحبا بك وسهلا. شماسي مع رمضان ياك لباس، شماسي انتم مع العطش في هذه النصوص ما شاء الله تبارك الله جيد ما شاء الله، والسباق محتدم ما شاء الله من خلال النظر على النصوص يضاح عن ما شاء الله تقدموا متسابقين متمكنين من الغنى وهم على كل حال واحدين دونهم. عموما ان شاء الله هذا ينبع ان شاء الله ليعود موسم باذن الله ساخن ان شاء الله. محمد حي كيف الحال يا جبال؟ مرحبا استاذ، انا محييكم حي مشاهدين وبدع الجيل، ورمضان كريم لينا عليكم ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله التوفيق لنا ان شاء الله المتسابق. اذا لهين انتقلوا شور طبعا المتسابقين ونفتحوا لهم بيت نقد مع لجنه التحكيم، نتمنى لهم طبعا التوفيق ونخلوا بين اللجنة معهم. لين استدعوا المتسابق رقم واحد في حلقة الليلة اللي هو المتسابق الشيخ سيد أحمد الخديم. الشيخ سيد أحمد الخديم لي تشوفوه على طبعا منصة الإلقاء بعد هذا الفاصل. سهلا وأهلا من جديد مشاهدينا الكرام. متسابقنا الأول الشيخ سيد أحمد الخديم هو المتسابق رقم واحد في حلقة الليلة. الشيخ سيد أحمد كيف الحال؟ ياك لباس؟ شو ماسي الاستعدادات لحلقة الليلة؟ هي تبدأ بالقاف طبعا لطلبة اللجنة طلاع و يقول ترفع صوتك أولا ياك المتسابق مشاهد. الله نهاراتها ولا غروه ليالي
تطلع يقول طلع تقول الدنيا فيه لا تعود يكون كريم ومود جود واسأل دينك لا تلود عن ذاك اللي أرضى فيها مولان. من يسمع هذا اللي تقول لأنه جزء من الدنيا فيها لا تعود يكون كريم ومود جود واسأل دينك لا تلود عن ذاك اللي يرضي فيها مولانا وكرد ذات قود طريق ولا ترخيه وزهد في الدنيا لا ما تكود ولا تنقرب شي فيها وحد الدنيا فواتها لشاف ويفنى فيها ما غروف نهاراتها ولا غروف ليالي. هذا بالنسبة للقافل اللي هو طلبة لجنة طلاعه. بالنسبة للنص اللي اخترت انت المشاركة في حلقة الليلة للحب اللي حزم وكسب ودلالي من قيدات النيل اللي للحد اللي حزم وكسب ودلالي من قيدات النيل اللي خاطيها لا حسبنا الله ونعم الوكيل حزيم وجانب التاليب لا هو سبت العطيب ودليلي معذب تعذيب لا هو سبت الكتيب ومع هذا كامل نصيب جبرتهم مرياه قليلة الحد اللي حزم وكسب ودلالي من قيدات النيل اللي خاطيها لا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن بالتوفيق نفتحهم بيت النقد مع لجنة التحكيم. تفضل محمد حي السيدية. يا قلباس شاكرينك على المشاركة الطلعة اللي طلعت بها القافلة اللي نبدأه فيها الدنيا فيها لا تعود يكون كريم ومول جود وعس على دينك لا تلود عن ذاك اللي يرضي فيها مولانا وكرد زاد قول طريق ولا ترخيها وزهد 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 في الدنيا لا تلود لا ما تكون لو مشيت انه لا تلود ولا تنقرب شي فيها حد الدنيا فواتها على العموم الناس على العموم ما خاسر عليه شيء ولا هو قاعد لي مثلا اساسي حتى الا ناس تشارك فيه ومن اجل ان انا اربح الوقت لاهي ننتقل لشهر الطلعه اللي مشارك فيه للحد اللي حزمه كسبه دلالي من قيدات النيل اللي خاطيه لا حسبنا الله ونعم الوكيل حزيم وجانب التاليب الله هو سبت يعطي ودلالي ودليلي معذب تعذيب الله هو سبت الكتيل ومع هذا كامل نصيب اجبرته من مرياه قليل. شوف انا لاحظت ملاحظه في القاه الحد اللي حزمه كسب دلالي من قيدات النيل اللي خاطيه لا حسبنا الله ونعم الوكيل تفقد النعيه نسمع قاف نعرف انك تقعد معه ما قد سمعته في شور عند اسره العريقه اسره اهل انقذي يقول للحج وبحر النيل يقول قاف ما يقول للقاضي من الاهوال اللي ينكسبوا هوله ماله في الهول مثلي واللي خاطيها لا حسبنا الله ونعم الوكيل نعرف على بحكم السن وحكم قلة الاطلاع بتعد مثلا ما قد لوموك عليه لا لين خلوه تو في اطار انه يقع الشاعر على الشاعر ايوه ذا الحد اللي حزمه كسبه شفت الحزم والحزين ما مسيان الحزم هون ما يؤدي المعنى اللي يلا تعود انت تروق اللي انت قاعد لك واقع لك من الحزم كامل قاعد ما يخلق لك اللي لا مازال يخلق لك في عقاب الطلع فهم فرق بين الحزم والحزين. الحزم حد مثلا قابض الاحتياط من رواية حد حازم مشي معناه انه قابض احتياطه منها ولا هو واحد هو الحزين الحزيم هو واللي يلا تعود انت واعد هو واللي يصلح القاموس اللي تروق انت القزل وحزيمه لا يتعقب ولا يتاكد ان على ان هذا حزمه اللي جات في القاه عنا قاصد بها لا الحزيم تقول في الطلعه حزيمه جانب التاليب لا وسبت لك سبت العطيب هذا املس او تفلات الملس زينات ودليلي معذب تعذيب الله هو سبت لكتي اتراتوا بي لذي ما خاسر عليه شيء بالعطيب والتعذيب والكتي لا لباس بهذه التراتبيه زين ومع هذا كامل نصيب جبرته من مرياه قليل تقع مخلق لك كامل يلا تعود ما انا قاع جابر منه شيء
فهمت؟ تقع منك كذا ما جبرت تقع منه شيء شيخ القله. تجابر انه شوي وخارق له كذا. انه لما جبرت ولا لا بسم الله الرحمن الرحيم لا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى كل حال ما نبغي نطول عليكم ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ سيد احمد طلعتك لبير اللي طلعت به القاف موزونه قدعاتها ما عندهم مشكله من ناحيه الوزن. قال فيها شم الحشو وفيها ما هي مقروشه حتى ياسم من القريش الزين قريش الغنى الزين. لانه قيم فرفروها لك فيها اللي كانت لا ركبته ان شاء الله تعالى. وفي الدور ذيك الطلعه نعتبرها لدخول هذا الدور التمهيدي ولين يقبضون طلعتك اللي مشارك به اللي هي طلعت ريبتيت حد اللي حزم. طبعا اذكر لك زميل استاذ محمد هذا اللي خلق لك التناص اللي خلق لك بينك وقاف اللي معروف من الهوار اللي ينكسبه لك ماله في الهول المثير اللي خاطك لا حسبون الله ونعم الوكيل. هذا نوع يطرق اجع منه ت القاف جبته كامل بحالته كامل ما خليت منه شيء سبيشل ولا درت هو درت بله الحزم. وانا قد اختلف شوي مع زميلي محمد عني الحزم يقد يعبر عن الحزين شو من المغنين يقول الحزم يعبر هي عن الحزين انا ما عندي فيه اشكال. قيدات النيل غير شوف خالق استخدام بعض العبارات تل منه حد يعس منه قيدات النيل وكذا هذا فات وقالوا للمغنين وقالوا فيه ياسر من شي زين ويالتر قاجي يحاول عنه يتخلص منه ما يتم دائما الا فيك المصطلحات يتم يعله دائما يشتر هذاك ما هو زين فهمت. هو المغني ياك يعود مغني حق وياك يبدع وياك يجيب شيء جديد يالتر يحاول عنه يقبل يعدل هو من راسه يعبل هو من راسه طريقه يقول بها الغنى ما يتم الا يخرص لك ينقال ساوي فهمت ويتخلص من ذيك المصطلحات القديمه وذيك الرموز القديمه. ماني مطول معاك باللي على كل حال محمد فات قال لك اللي يعطي ينقال هون شويه كيف ودليلي معذب تعذيب هذا هنا تياها النثريه المتينه ما يزين في الغنى معذب تعذيب شفت كلمه واحده وكلمه اخرى مشتقه منها فهمتها وهذا نوع ما هو زين فهمت ما زين في شوي حشو فهمت. وجبت مولي بنفس مولي القضيه طريقه جبت لا هو سبت العطيب عقبت مولي قلت لا هو سبت الكتيل هذا عباره عن سبت العطيب وسبت الكتيل هذا بعد قاع معناهم ما متباعد. ثانيا انت قبلت نفس الجمله لا هو سبت وقلتها في روايه ثنتين معناها انك عدلت حشو وتوف طلعتك على كل حال وزنها ما فيه قطعا حروشيه من ناحيه تعكلي ولا شيء اسمه شنو هو فيها لا حشو ياسم الحشو وقلت انك من مدي قبلت شيء شاعري اتمنى لك التوفيق. اذا شكرا جزيلا للجنه التحكيم محمد حي والسيدية الأديب والناقد طبعا والأديب والناقد محمد فال سيدنا على هذه طبعا النصائح وعلى هذا التنقيح وتقييم النص المقدم من طرف المتسابق الشيخ سيد أحمد الختيم وهو المتسابق رقم 1 في حلقة الليلة. كيف قلنا 5 متسابقين 2 اللي هي طلعوا قوة نصوصهم أمام لجنة التحكيم 3 اللي يدخلوا مرحلة الخطر وله يبدأ من فما تياها رق المسابقة يحمى وطيصه به اللي واحد هو اللي يستفاد من ورقة الإنقاذ مع الضيف. المتسابق الثاني اللي له نستدعاه على منصة بداع الجيل هو المتسابق محمد والعبد الرحمن. محمد والعبد الرحمن هو المتسابق رقم 2 له نشوفوه بعد هذا الفاصل بحول الله. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم السادة مشاهدينا الكرام من جديد. إذن رجعنا للمتسابق محمد بن عبد الرحمن، المتسابق الثاني معنا في حلقة الليلة من مسابقة بداع الجيل. محمد شو الحال ياك؟ لباس يا الخير ما شاء الله، ما استمع البير ياك ما شاء الله. لباس زين نهل البير لباس لباس ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق. لي تبدأ بالقاف، طلعت القاف تقول خيام الدنيا يبتناو دهرك صيف وين الطواو، نعرف فرقان ولا تلاو فيها اللي يقطع بيها، كانوا فيها وار كنت ساو مارت عنها تا فيها، حد الدنيا فواتها لا شاو فيها فنا فيها، ما غروا نهاراتها ولا غروا لياليها. قول جاكم رمضان شهر زين وعمالي ونضربوا في اثنين، حد قدم أطيف الدين من قدم شيء أن يراه، ويمشي مشيت الصالحين يقد عود الرب هدا، ولا نبغي شغلة رمضان ما تتخطاه، حد يوصل لك اللي كان ليوم كلها لله. محمد عبد الرحمن محمد فاتح شوف لكم عليه يوم اخر زاد الايام كلها لله. على كل حال طلعك سنتين مع متباعدات في المستوى، احدهما شبه من الاخرى، راي سابق ذاك الحسن اختار نعلق على تنريك برنامجكم اللي هو شور مشوش، لكن ما بترجع في غفل عنه. اللي تقوله طلعتك الأولى فيها مقابلة ما خاص عليها شيء طواوي تناو مثلا ملاها لا نذكر شيء، ويغير فيها أول كلمة بالمناسبة تطويعة كلها أصلا من شغلك المغنيين اللي هي تافهة، هذه فهمت تافهة كلمة عربية واضحة، يغير تطويعة كنت لها إياك توزن بها، هذا أصلا شغلك المغنيين أصلا يقبلوا كلمة العربية وهي شغلتهم مع اللغة الفصحى، خاصة اللي منهم متداول يقبلوه ويطوعوه يدخلوا هم في اللي واعدين ويوزنوه على وزن المعجم الحساني، فهمتك؟ تافيها من لوزان اللسان الحساني، فهمتك؟ انا هذا ما خاسر عليه شيء. على كل حال قصرت عدت طلع من 60 رواتن وقديت لا طلع بعد القاف، يقعد مستوى وسط. بالنسبه لطلعتك طلعت البتيت انا دون عندي الاخرى فيها ياسر مباشره وفيهم اللي شيء ما هو دقيق حتى. تقول جاكم رمضان شهر زين وأعمال ينضربوا في اثنين. أعمال رمضان تقول ما تنضرب في اثنين، تقول تنضرب أضعاف مضاعفة. فهمت؟ ما عندك دليل نصي عن أعمال رمضانها تنضرب في اثنين. فهمت؟ ما فوق. الحسنة بياش؟ بعشر أمثالها. إيوه ما تقول أنا مضروب مثلا. اثنين فما فوق وتو؟ اثنين فما فوق لك قصة ما قلت. فهمت؟ أنا عندك قلت هون من ناحية المعنى تقعد تعديت شوية على صحيح صحيح القضية. حد يقدم مطية في الدين من قدم شيئا يراه، هذه تافلويت تكاد تكون عادة مثلا دارجة حتى على الأسهم يوميا عند الناس، وأصلا قد جاءت في الأغنام مولي من قدم شيئا يراه، واستخدمتها أنت كامل براحتها بحالتها ما صرفت فيه، فهمت؟ معناها عندك ذاك ما هو زين، يمشي مشية الصالحين قد يعود الرب هداه، قد يعود الرب هداه هنا تياه أسلوب ظني، مشي مشيت الصالحين قد يعود الرب هداه، بلك تقول عنه مثلا يهديه قاع مولان، مشي مشيت الصالحين ياك يعود الرب هداه، دياك يعود الرب هداه، فهمت؟ أنا عن ذاك ما هو دقيق حتى ذيك، ولا نبغي شهرة رمضان الفضيلة ما تتخطاه، لا نبغي شهرة رمضان الفضيلة ما تتخطاه، تياطك تقول ولا نبغي شهرة رمضان الفضيلة تتخطاه، رأي ما يوازنه. غير المعنى عيني زي المعنى، فهمت؟ تقول اللي فضيله تتخطى تجيك وازن، فهمت؟ حد يواصل ذاك اللي كان الايام كلها لله. لا كل حال طلعتك ما فيها حروشيه من ناحيه الوزن، ما فيها حروشيه، وزنك جيد، وبالتالي هذا مهم راه وراك في بدايه الغنى من يجي برقاش وزن املس، معناها انه عاد خاص لله شوي من محسنات وشوي من العتن على المعنى. تمنى لك التوفيق. السلام عليكم محمد عبد الرحمن. السلام ورحمة الله. مرحبا. سلم عليك ومحييك على مشاركة، شاكرك عليه. الطلعة خيام الدنيا يبتنا ظهرك الظهر. ظهرك صيّد يبتنا نعرف فرقان ولا تلاو فيها اللي يقطع بيها كانوا فيها ظهرك انت ساو مارت عنها تافيها. للعموم طلعة لا طلعته. ما خسر عليه شيء،
ولهنا ننتقلوا الشهر ذي اللي لا تمرقكم ذي الحز. جاكم رمضان شهر زين وعمال ينضربوا في اثنين، حد يقدم مطيف الدين من قدم شيئا يراه، ويمشي مشيت الصالحين قد يعود الرب هداه، ولا نبقي شقلة رمضان الفضيلة ما تتخطاه، حد يواصل ذاك اللي كان لأيامه كلها لله. شفت طلعة موزونة، وانت مولي قد قاع مثلا ما ترصف على رمضان، تلا جبت قلت لنا من رمضان لا اسم، لان جاكم رمضان شهر زين، شهر مولي زين، ما هي عاطيه لرمضان، ما رمضان مثلا هذه زين وحدها، ما هي متكايسه حتى مع رمضان. واعمال ينضربوا في اثنين، وقال الحسن بعشره مثالها في شماء رمضان، مثلا ايش قال رمضان، معناه ان فم شيء من تحديد الحسنه ما هي مثل، ولا انا قاع فاتح، لكن تحديد الحسنه ما هو زين. ايوا حد يقدم وطيه في الدين مقدم اشياء يراه. شفت انت ما جبت خصوص، انا قلت لين قريت التهلويت جاكم رمضان شهر زين، لو انتظرت منك انك تجيب لنا يسر من مميزات الشهر الفضيل وخصوصيته عندنا احنا كمسلمين، كنت شاكنك تحثنا على ان نجتهدوا عليه، والله نجتهدوا فيه وشي ذا كيف يا غير ذا، هي ما عقبت انت كرت هذا قاع، يلا نعدلوه قاع يسوى ما في رمضان، حد يقدم وطيه في الدين، يلا لا انتم يسوى قاع عقب رمضان قدم وطيه ويمشي مشيت الصالحين. انا قاعدين قريت مولي اللي مشيت الصالحين، شكيتنا كي تقول بكلام اهل الله، فهمت؟ ولا نبقي شغله رمضان الفضليه ما تتخطى، حد يواصل ذاك اللي كان الايام كلها لله. شتها الى ايام مولي كلها لله، مع انها تنقال قاع مثلا يا غير ياسر افلقنا، وانت بعد مثلا ما مهدت لها قاع، انا اللي شايف عليك الا انك ما مهدت لها، لا تميت قلت لنا الايام كلها، على كل حال الايام وقاع كلها لله، يا غير ما فهم تمهيد لها، خالق 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 قاف الشور عند احمد يوم اجبرنا سبت الوجاه، احنا لله ذاك احمدناه وقادر يعطي يوم اخر، زاد الايام كلها لله. شفت التمهيد لهذا اللي تم حد يقيس عليه مستقبلا، نتمنى لك ان شاء الله التوفيق. اذا شكرا للجنة التحكيم على تعليقها على طبعا النص المتسابق رقم 2 اللي هو محمد ولا عبد الرحمن، نشكروها جزيل الشكر. ولهن استدعاوا المتسابق اللي عقب هذا اللي هو رقم 3، المتسابق السالك والزايد، السالك والزايد الزاكي، السالك والزاكي. بعد هذا الفاصل قصير لهن نتعرفوا على السالك والزاكي ونصه اللي طلع به قافل اللجنة اصلا، والنص اللي اختار ايضا للمشاركة في حلقة الليلة من مسابقة بداع الجيل، السالك والزاكي بعد هذا الفاصل. مرحبا وسهلا وأهلا من جديد مشاهدينا الكرام، السالك والزاكي المتسابق رقم 3 اللي هي طبعا يتقدم بنص المشاركة وبنص أيضا اللي طلع به قاف اللجنة. السالك شحالك ياك، لباس عليك ياك خير، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله على مولانا اللي يثبت نص اللي طلعت به قاف.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حد الدنيا بكمالها مالكها وعلمالها كالظحبال وبحبالها وعقب ما طول فيها يعرف عن هذا حال هذه الدنيا يقطع بيها غرت وحدين وقالها لكريم اللي عاطيها وحد الدنيا فواتها لشاف ويفنى فيها ما قروه نهارات ولا قروه ليالي. نص المشاركة اللي اخترت من فجأة مشاركة خد الوادي الشرقي نبغيه من صغري ساكن كنت عليه خد الوادي الشرقي نبغيه من صغري ساكن كنت عليه وظل ملقلق في دخاليه عارف والله ماني عارف لمر الرافد بي والفيه من دار ومغرف دار ومرتع ومغارف نحصيه خد الوادي الشرقي نبغيه من صغري ساكن كنت عليه وظل ملقلق في دخاليه حاج عارف والله ماني عارف لمر الرافد بي والفيه من دار ومرتع ومغارف نحصيه وارك لين بعاد ذا كامل عاد الله صارفت خمامي ومصهرني عاد فقدت خالي وتفارف. نقد المتسابق السالك والزاكي مع الأستاذ محمد حي سيدية. تفضل محمد حي. ما شاء الله. لا بأس. شكرا على المشاركة. للعموم طلعة اللي طلعت في القافة لا زاد هي كي صحباتها لا في المستوى اللي مطلوب. ولا ينتقلوا شورى طلعت المشاركة خد الوادي الشرقي نبقيه من صغري ساكن كنت عليه وظل ملقلق في دخاليه عارف والله ماني عارف لمر رافد بيول فيه من دار ومرتع ومقار نحصيه وضارك ذا كامل عاد الله صارف تخمامي وصهرني عاد فقد دخاليه تفارف شن لا بلاصة اي بلاصة ايوه زين شوف هاي طلعة تتروق بها البكاء على الأطلاء وهي مثلا بعد لا البكاء على الأطلاء يا غير ما هم اللي بكاء على الأطلاء الكبار شفت البكاء على الأطلاء لا بد يمرتبط بشي كان خالق ولا أطلاء هاي هو البكاء على الأطلاء تلا قلت إن على أنك تظلم لقلق تخاليه فهمت وإذا قاع ما حجيت مثلا اللي يتوحش حد تلا الحمد لله اللي جيتنا فيك الروح تظلم لقلق تخاليه والله ماني عارف لما هم اللي الرافد بيك ما عرف ما كلام لقلق عارف نحصيه ودارك دارك ولين هذه الطلعة ما هو عارف مقارف صارف راء مرقب هو زين عند الناس اللي واخض عليه القناة ومطلع على باس اليوم تني لك شغل صارف فيها ضيف القافية ضيف القافية في الغناء الناس ما يكلمها حتى عنه هو عن يعود الضيف ما هو في الراوي نفسه مثلا الراوي نفسه ما هو لا مثلا هو الفاء راني بالمناسبة لاحظ عنك في القاك التزمت الفاء الفصيحة ما قلت الفاء ذاك على كل حال خاصة الشيء مع الحسانية تقول فاء ما تقول فاء وعلى عموما حسب طبع رقاش وطب هو على نطق الفاء أنفسها فهمت بالنسبة لهذه القضية قضية الزي اللي هو الحرف اللي سابق الراوي يالت رقاش يعس عليه إما يلتزم بما لا يلزم أنا لزوم ما لا يلزم يجيب شكي يجي ناس ناقص والله شذاك يمو ويجيب حرف يوافق الحرف هم اللي سابق الراوي عنده فوق والله يجيب حرف ما هو ذاك الحرف اللي ذاك هو كيف شي ما عدت انت هاتيه يجيب مثلا اذا جبت الرام مثلا هون جبت انت مرقق يعطيك تلتزم به انك تجيب مرقق ما تقول صارف وعارف فهمت فما اصلا ارجع لطلعتك الاولى حد الدنيا بكمالها مالكها وعلى مالها كالظحبال وبحبالها وعقب ما طول فيها هو حد ما اللي طول فيها ما يعرف ما يدرك حالتها وأجمل ذاك اللي طول فيه يدرك حقيقته من ذاك اللي ما طول فيه فهمت ذاك
عنها عنه وعقب ما طول فيه هنا تياه لا جاتك انت وتو تافر ويتم لبير وتو قلت امال ما عنده يعرف عن هذا حال الدنيا يقطع بيها الدنيا يقطع بيها فيها ذيك تعكريه اللي في الدنيا فهمت ذي الدنيا ذاك السكون ذاك هو اللي باطل الحركه اللي جات سابقه همس تواصل ذاك ما هو زين فيه دائما تعكريه شوي ذي الدنيا ذال مكسور اللي تحته حركه نحن جاتنا ذي الدنيا يقطع بيها ورجعتنا مرت واحدين وقالها الكريم قال هسه شنو يمكن في حد باع لحد شو قال لهم هذا قاعد كلمة العربية الفصيحة وانت قاعد الليلة تبان داح العربية فاك ما شاء الله فصيحة وكانت ذيك الطريق ما خاصة ذيك شيء فيها ايوا شوف طلعتك طلع زينة طلع طلع انت تعرف على كل حال فيها شيء قاموس عنده علاقة بالمعنى خد الواد الشرقي ومعن هذه ملقلق فيه ما كان زين ملقلق في تخاليه ملقلق ما تلقلق ما هو زين تلقلق اشبه هو على الحيوان من الإنسان إنسان عدى شو خال مرة تلقلق يقوطر والله فهمتك تلقلق ما هو زين تخاليه زين وهذه ملي استحضارك المغارف هذه زينة فهمت مغارف زينة جمع زمني حتى وكان زين فيك تمهد للموضع اللي عقب تسميت التفارف هذا كان تمهد لها قعدت موضعيه موضع ما قلت لها موقع زاد ولك لا تمهد لها اصلا فهمت عنك التفارف تكسر بها مثلا والله تعدل ديرها في بلد وبعدين تجيبها ما تتم رقاش صارت تقدر تجيب التفارف يقدر يسوي لك تفارف يبغى شنو هي واخرت بعد بيك وبل منين جاي مرحبا بيك سهل تفضل توريه خالي معنا الله سبحانه يزيد اصلا ما هي توريه البلاغه انت عندك به اخرت نشكروا لجنه التحكيم الشكر الجزء الاول من بيت النقد كان مع ذلت متسابقين من فرسان الليله الفرسان اللي يتنافسوا اعلى خطف ورقه العبور شور الدور الثاني والالتحاق بالمتسابقين اللي فاتوا صعدوا شور الدور الثاني نشكروا السالك والزاكي فرسان في الجزء الاول لين نرجعوا مزلنا للبقيه في الجزء الثاني لكن ضرك لين انتقلوا شور طبعا زاوية أخرى من مسابقة برنامج بداع الجيل لين انتقلوا شور المفاجأة اللي محضرين لكم الليلة واللي طبعا تتمثل في فقرة ضيف شرف لليلة طبعا ضيف متميز وضيف عنده ثقل كبير في الأدب الشعبي لاهي نتعرفوا عليه
هنا رقاج لا رقاج واحد وياي فوق انتاج نص على نص ولا تحتاج متبخين في نفس المرقة نفس اليم ونفس التجلاج ونفس الضحك ونفس البلقة ما يقدر رقاج بلا رهاج يفصلنا من دون المرقة وفرمشة في ايام الدنداج ذاب المرقة والبالشقة وفي دقيقة بالفال عمرت وسال الدمع ولا فاترقة وهجر نصي وهجر نصي نصي وبحرت بالي في النصين بقى. ضيفنا الليلة مشاهدينا الكرام هو كيف قلت تركيزه قائم عليها خيمة الأدب الشعبي، وكيف قلت هو فوق عنه وطياته في الغناء معروفين وثابتين وراسخين، ناقد وباحث في مجال الأدب الشعبي الموريتاني، شاهدناه في بدايات المسابقات الأدبية كناقد كأستاذ خرج الأجيال في الغناء الحساني، ولعب دور بارز في إشعاع الإشعاع الثقافي للغنى داخل الساحة الثقافية الوطنية، خدمته للوطن تجلات في أكثر من موقف وفي أكثر من مكان وفي أكثر من زمان، أيضا خدمه بالكلمة وخدم الكلمة أيضا بعطائه الإبداعي المتميز وأخلاقه الوهاجة. ضيفي الليلة هو رئيس اتحاد الأدباء رئيس الاتحاد العالمي للأدباء الحسانيين الأستاذ والناقد والباحث والأديب الكبير الدوه والبنيوم. دوه مرحبا، ياك لباس، ياك الخير، مرحبا بيك. طبعا الدوه أيضا قدم له من طرف عديد الأجيال في الغناء الحساني وعديد الأساتذة في الغناء الحساني لقب عميد الأدب الشعبي اللي طبعا تتجدد معاه ظاهرة الراحل محمد بن السيد إبراهيم اللي هو العميد الأول للأدب الشعبي. مرحبا بك وسهلا وأهلا، ضيف شرف على مسابقة برنامج بدع الجيل. مرحبا والي، تفضل محمد والي. الله فعلا اللي قلت فيه صحيح، عنه ركيزة من ركائز الأدب الحساني في الميتان ومن الثقافة الحسانية أيضا. لا هي فقط محمد فادي يبدو عندهم خلل شوي في الصوت، والله الشيء اللي هنا قبل فاصل قصير، نرجع لك نرجع لك مباشرة والله إن شاء الله. Thank you.
الثقافة بشكل عام موريتان، الثقافة بشكل عام موريتان، الثقافة الشعبية بشكل أخص. ثانيا منتج من منتجين هذه البرامج الأدبية، ومن الناس اللي رسخهم في المجال الإعلامي الموريتاني، رسخوا جهودهم وفرضوا ونظمهم تنظيم كان وصلهم لمرحلة بعيدة جدا تنظيم. وفي الحقيقة من نحن هنا في موريتان يالتنا نتمو نشيدوا بأدوار الناس وأدائها في مجالاتها. دول بنيوك ما نقدوا مثلا نشوفوا عليه لما اكتشف أن لقاح الكوفيد، هذا لقاح الكوفيد 19 كوفيد زنف، يا غير نقدوا يالتنا نخرصوا له خدمته الأدبية ومجاله هو من راسه، خدمته في الثقافة، وهذا قطعا أدى فيهم ذاك دي قد أدى فيهم تماما بعلى ما شاء الله مستوى. هذيك المناسبة مرحبين به الليلة معانا، ونحن تلاميذ من تلاميذ وأصحاب من أصحابه. شرف يدي أخير. مرحبا دوها ياك لباس. مرحب هذا البرنامج، مرحب قناة الوطنية به اللي ضيف الأجواد يضيف، مرحب بك أنت الحسن، ترحيب خاص على أدائك المميز في البرنامج ومن خلال قناة الوطنية اللي هو أول برنامج القناة يلحق النسخة الرابعة. قط شفنا البداع الموريتانية والحق النسخة الأولى والنسخة الثانية وخلقوا فيها شمل الأمور، وعقبتهم اللي الحمد لله إلا عقبة تم تلافيها. شفنا قدر من البرامج أخرى على قدر من القنوات غير ما يستمر، الاستمرارية هي دليل النجاح وهي دليل الجهاد وهي دليل العمل والإيمان بالمسألة والإيمان بالعطاء فيها والإيمان بالبذل فيها وصدق التجربة فيها. هذه لجنة التحكيم هاي السنة راني مقدم تحية كبيرة للأستاذ محمد الأمين والأحمد دي بلا بلاء حسنة، وخرج زاد هو مولي من خلال البرنامج ياسر من الشباب وعدل ياسر من العمل المميز. لجنة التحكيم هاي السنة ندنف فيها بها اللي فيها محمد فالو سيدنا شاعر فصيح وأديب حساني من درجة عليا ونابه وبصير وإنسان متوثب وصادق مع نفسه وأنيق هو من نفسه، والأناقة هذه مكسب عظيم به لحد ما بات أناق مع راسه هو ما وليت أناق مع العبارات. وقالوا البزوقة عن خير ما راته فرقاش بريدة منه ما ولا يطرى فيه بريدة أخرى. أديب والناقد المميز اللي أنا مولي ندنف فيه محمد حي السيدية، محمد حي السيدية اللي من لقاءاتي الأولى معاه لاحظت عن عنده حس نقدي، حس نقدي من 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 المدرسة الأدبية اللي هو جاي منها ومن عدة تراكمات من تراكمات الفتوة، وهما الاثنين قطعا عنهم كوكتل للفتيان في موريتان شكلا ومضمونا، والتلفزة لا بدارة من حد عد فوتوجينيك ما خاسر حد إلى عادة. هك صحيح هك صحيح هك صحيح، يا الله يميز بين حد خلق ليفترس وبين حد خلق ليبهج الناس. خالقش من الناس يدخل السرور على الدمية، وخالقش من الناس شاح قاع هو الراس وشاك الحياة عنها قتال وشاك عنها موت، وهي إن قالها تجربة الحياة والأدب والفن. عد حد كان ماشي مع الجهاديين والسلفيين لأن يستحب معها الفن والأدب، يعود عاد يبقي الحياة، يعود عاد يبقي لا فيستا، يبقي يعيش هو بعد قاع هو من نفسه الحياة بعد قاع يعود عاد رمت عيسى ناعما ورقيقة، فاسلك إليه من الفنون طريقة واجعل حياتك غضة بالشعر والتمثيل والموسيقى. وبالتالي الناس اللي تضفي شوفتها على الناس البهجة تخاها حسنة، حسنة من حسنات التلفزة اللي يعطت عطوة أخرى الناس لا حد ما يقبلها المجهول وحد ما يقبلها الخفقان وحد لا يشتقع عقباك الدرديز القلب، وإذا هو انت في الحرب العالمية الأولى والله الثانية ومخلفات الطاعون ومخلفات الأمراض اللي تسبب الكوزاز وهي الأمراض اللي قديمة ولها يلا يعود دقات الخمسة
تعود مثلا كيش. شكرا جزيلا. وراه بعد هاي صابر صابر الليل لابس انت راهي من الامور اللي دخل البهجه على الناس. شكرا 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 شكرا. استاذ دو، الاتحاد العالمي للادباء الحسانيين، بقوك تكلمنا شوي عن هذا المولود الجديد اللي الحمد لله ليت ازدانت به الساحه الثقافيه وليه يؤدي دوره فيها. الاتحاد العالمي للادباء الحسانيه جاء منطلقات ودعوات الاليسكو واليونسكو واعتمادها للثقافه الحسانيه كثقافه عالميه. ترى من جاء الى شيء عداه. قد تطرق حد السؤال قال هي الحسانيه وفهم معدين اتحاد الادباء الحسانيه بيخ 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 بيخ. العالميه هم لا احنا وقوم الجمهوريه العربيه الصحراويه والمغرب والفديده. هذا ما هو عادل ولا منصف. المملكه العربيه السعوديه فيها جاليه موريتانيه لها قرون من الزمن حافظت على الحسانيه وحافظت على الدراعه وتقول التيفلوات الزينات البالقات الحطبه. الامارات المتحده العربيه المتحده فيها جاليه من الموريتان فيها ياسر من الزمن. انغولا فيها ياسر من الناس اللي تتكلم. هذا الصقع بغض النظر عن الجمهوريه العربيه الصحراويه اللي تتكلم كامله الحسانيه. صديق. بغض النظر عن تندوف وتمر راسد وجاني وادراء وبغض النظر عن قليمي والداخل والطنطان وبوجدور والسماره وشلاهي نقولها ما هو شيء فهم تراب واسى الزاك. سمعت مقدمين هون تحيه كبيره لادباء هذيك المنطقه كاملين اللي فصل حقيقه شكلت نواكشوط وعدلت نواكشوط اللي ما قدرت تعدل الامم المتحده. بعثه الامم المتحده اللي عدل الاتحاد العالمي للادباء الحسانيه ما قدرت تعدل جامعه الدول العربيه. ولا قدرت والله زاد ما قدر يعدل المغرب العربي اللي قاع ما هو معدل سبه واحده. شوف جمع خديجه ابو صبيع وتحيه كبيره لها. تحيه لها من جمع الشاعر الحساني العظيم علال وجمع احمد دو مولاي وجمع بودربال باه هذو تحت سقف واحد بغض النظر عن راه مالك على الحدود قلت عود فم الصقيع قايم وشتل شتل شتل ورصاص قايم يا غير في نواكشوط الناس قاعده تحت خيمه واحده شاهد عليها من الشاهدين الرئيس خطاري حار واحده من السهرات هذو نساو همومهم ونساو ضيق على الحدود ونساو ان بعض منهم يواجع قاطع العلاقات الدبلوماسيه لغير عاده التافلويت جسر وقنطره من خلالها عبره شور لا محسوس شور الوجود شور الكينونه شور الاحساس بالانا الداخلي مشاعرهم الحقيقيه الصرفه بغض النظر عن اتون الحروب وعن الهواجس وعن السياسه اللي تفرق عاده الناس اللي يجمعها الثقافه ويفرقوها السياسيين. صحيح جميل جدا. وانتخبت موريتان كرئيس في الدوره الاولى وانتخبت نواكشوط كعاصمه ابديه للادب الحساني. للادب الحساني عاصمه ابديه للادب الحساني بتصويت الجزائر وبتصويت المغرب وبتصويت الجمهوريه العربيه الصحراويه وبتصويت اخوتنا في النيجر وبتصويت اخوتنا في مالي. هذا انجاز عظيم جدا وهذا فصل حقيقه. هذا انجاز عظيم استحق طبعا نواكشوط كعاصمه ابديه للحسانيه. بالنسبة للاتحاد الشعبي الاتحاد الموريتاني للأدب الشعبي هذا الاتحاد نبقوا شوية تكلمونا عنه وتعطونا لمحة عنه. والله الاتحاد تأسس يوم 15 من يوم 15 من الشهر 3 بليدة من عرفات قال لها الفلوجة. أيوة. وأسسته 24 من أعضاء المكتب التنفيذي وعقب قالت الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن طريق وذلك بعد الشهود عن طريق وزارة الثقافة عن طريق الوزير المحترم القاطع المرابط والبناني. وعيطنا نقرأ قاعة المعهد الموريتاني للبحث العلمي. وطلع لزق ما هو هناك احنا نعرفوا تاريخ الفراعنه. يام شوي من الفراعنه وقبوها في ناشونال جيوغرافيك لها 5000 قرن قبوا خرزها والفاقها وموراها كانوا عندنا نعرفوهم. ما نعرفوا تاريخ الشي معدين واحنا بايدينا. صحيح. نقر قاعه المعهد الموريتاني للبحث العلمي مشكوره
وانتخب مكتب تنفيذي مؤسس للاتحاد، كان برئاسة واحد من الجماعة اللي هون، وكان الأمين العام الأستاذ دكتور تاهو البوتري، نقدموا له تحية كبيرة من المنبر. وكان رئيس المجلس العلمي المنتخب هو محمد الأستاذ محمد الصوينة. عقب ذاك الثلاث له يعدل فصل الاتحاد عن طريق هذه النواة التأسيسية. قالوا الناس اللي كانوا في اتحاد الأدباء مانعين في قضية الفصل، يعني يعرفوا مصير الاتحاد شنو. احنا لكن منو، انا كنت نائب رئيس اتحاد الأدباء كتاب موريتاني في الحالة اللي ذيك لك سامع. قالوا انه يالتو لا يشركوا هما، يدينا يشركوا في القرار ويشركوا في الامور كامله اللي تعدل. عدلنا اجتماع في قاعه الملعب الاولمبي حضور ياسر الناس، وعلنا فيه حل المكتب التنفيذي، وكان قالوا اتحاد الادباء الشعبيين، اتحاد الادباء الشعبيين الموريتانيين. نحل ذاك المكتب التنفيذي، ونهار من قد انفصل الاتحاد في قاعه في قصر المؤتمرات عن طريق الوزير اللي نقدموا له تحيه كبيره، الوزير اللي فاتح بابه وفاتح صدره للادباء وللناس كامله المتواضع، رغم انه تواضعه لا تواضع من السنابل، اللي هو الاستاذ مختار والداني. هون نقدموا تحيه كبيره للسيد الامين العام اللي كان هو رئيس اللجنه، واللي عاد وزير الثروه الحيوانيه، واللي انسان نابه ومنفتح، وتلقى الناس كامله في صدر رحب. وسابق ذاك مقدمين تحيه كبيره للسيد الامين العام محمد ولا احمد دواه، اللي فصل الحقيقه بلا حسنا زاد هو، واجتهد وكان يقدر الشعراء وعدلهم ذاك اللي يا الله كامل. المهم معنا خلق كوكتيل من ذا، وعادي قالوا الاتحاد الموريتاني للادب الشعبي عن طريق الصلح، ما خلق فيه تصويت ولا خلق فيه شيء، واهله الحمد لله ما شاء الله. لكن الناس كامله جميل، الوطن العربي ما فيه اثنين اليوم يقدر يعودوا على قلب راجل واحد، وهو قاع وليد مالو ياسر حتى مازال قاع عندينو في الحوالي، ما فات قبال تخطاهم، ولا رمضان الحمد لله يشكره فيه الشياطين. صحيح. وهو لاكي هيئات موريتان كامله، يقدر يعودوا فيه واحدين راضيين وواحدين ما هم راضيين، والتمام لله. استاذ دوه، الامر لا همك شبري فيه وزنه بالميزان الشرعي، والى باحوا على التماسيه رعى سمعك مرعي، عقب ذاك رعى فتواسيه جانب الضري والنفعي. توجيه من الاغراض الزمليه في الادب الحساني، ورساله ساميه يحملها الاديب دائما على اكتافه. نبقوا ختام الفقره الاولى معاكم من ضيف الشرف، نزلنا لهنا نرجع لكم الجزء الثاني، تعطونا نماذج من ذاك التوجيه عندكم. الهادي والبدي غطى شعره على غناه يا غيره في الفترة بعد الحالية. في الفترة الحالية من الزين اللي قد يقول حد في الفترة الخير الشر يستحمر، والخير يستثمر، واللي كيس لا يكيس قبل ما يقيس، العافية تعمر والثانية تدمر، وتبراد الأخلاقات عقوبة الدنكيس. ويا ولاد الزوايا يوم الاخر احضر للوقت من الدنيا، قال له التحينيس الشر غلب فات اولاد مغفر، وغالب فرنسا وغالب انجليسيس. ويا ولاد الزوايا ما تعرفوا الوسيقه ولا تعرفوا الشر، لو كنتوا تعرفوا الشر تشاروا ابليس، ولو كنتوا تعرفوا الوسيقه توسقوا الصبر، واللقمه اللي تغصص خير من هالحيس. حيس الله لي مزين ذا، الله لي مزين ذا، الله لي مزين ذا. إذا شكرا جزيلا لكم الأستاذ الكبير أديب الدوه. شكرا لك سيد العميد. نرجع لك طبعا في الجزء الثاني من فقرة ضيف شرف بحول الله. الآن طبعا له نرجع له نبقاو مع فاصل إعلاني، ونرجع لبقية المتسابقين والجزء الثاني من بيت النقد مع لجنة التحكيم. إذا فاصل مشاهدينا الكرام ونواصل. طيلة رمضان شتي والعب وخرص الأفلام وكونكتي بلا حدود مع عرض الإنترنت لا محدود من ماتيل، ساعة لا محدودة بعشرة أواقي جديدة فقط، ثلاث سوايع لا محدودة اللاب 20 وقية جديدة فقط، خمس سوايع لا محدودة اللاب 30 وقية جديدة فقط، دير النجمة 150 والمربع، وكونكتي راسك بارد. ماتيل
La vie connectée. البان الشنقيط البان ما هو عادي فيه زين، وسر ذاك على انه البان طبيعي 100% خالي من الاضافات وبسطة وعالي الجو. رايب الأمير عنده نكهة ما هي عادية به الزين، شنقيط للألبان الجودة أولاً. زبناء موريتاني، تعرف على كيفية الاشتراك في بين كونكت. اضغط على الرابط الذي تم إرساله في رسالة نصية بعد تفعيل الباقة عبر نجمة 2 مربع أو نجمة 222 نجمة رمز التعبئة نجمة 90 مربع. أدخل الرمز الترويجي الذي توصلت به في الرسائل النصية في الخانة المخصصة له، ثم اضغط على تفعيل. املأ جميع المعلومات المطلوبة لإنشاء حسابك في الخانات المخصصة، ثم اضغط على التالي. ستظهر صفحة تأكيد إنشاء الحساب، وستطلب منك مراجعة البريد الإلكتروني الخاص بك للتأكد من توصلك بالرابط أو زر تأكيد الحساب. على البريد الإلكتروني انقر فوق الرابط أو الزر لتأكيد حسابك. إذا لم تستلم البريد الإلكتروني في صندوق البريد الخاص بك، فتحقق من الملفات أو الرسائل الغير مرغوب فيها أو المهملات أو غيرها. بعد الضغط على زر تأكيد الحساب يمكنك البدء في مشاهدة ومتابعة البرامج. سواء كان جهازك يعمل بنظام الأندرويد أو الآيOS، يمكنك تنزيل التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، واستمتع بمشاهدة رياضتك والبرامج المفضلة مع شينجيتال وبين كونكت. شينجيتال أكثر مما تتخيل. لكل الراغبين بتجميل مظهرهم، لكل المهتمين بعالم الموضة والأزياء، بوتيك 07 يفتح أبوابه أمام الزبناء. جميع الملابس الرجالية بمختلف أشكالها، دراريع من أجود أنواع بزع وبأحسن أشكال الخياطة. النعل كامل يجبر في بوتيك 07، أحسن صبات من النعل وبأجود ماركات عالمية. تراكة تجبرهم ويوفرهم بوتيك 07 بجميع مقاساتهم وأشكال ماركاتهم ومختلف ألوانهم. ما عليك كنت تختار فقط، وذوقك مضمون في بوتيك 07. بوتيك 07 عنوان الموضة الرجالية الراقية وحلة الملابس الفاخرة. بوتيك 07 مظهرك قبل جلوسك. التواصل يرجى الاتصال على الرقم التالي، أو زوروا مقر بوتيك 07 الواقع في مرصة الكسر.
من جديد مشاهدينا الكرام، رجعنا بالجزء الأخير من المتسابقين. عندنا متسابقين اثنين مازالوا، طبعا رقم 4 ورقم 5 اللي يتقدموا البيت. النقد اللي موجود فيه لديب وناقد محمد فاضل السيدنا، ولديب وناقد محمد حي والسيدية. المتسابق رقم 4 هو محمد فاضل واللبنو، طبعا اللي نرحبوا به. محمد فاضل كيف الحال؟ ياك لباس وتجهز. بسم الله على بركة الله. مركوب الدنيا حد قد يشد عليه الله يشد، ومنين عليه يشد بعد الخزامة لا يخيا خوف الكاس لا اشتد حال الدنيا يوذيها، والبية فيها ما هرد قلت حق تواليها، ولا هي تاسفر تقاع حد وذاك من البية فيها، وخبر الغرور لا اشتد لا تسكت فيه سميها ولغيها، تم إلى ارتد ذاك سميها ولغيها، حد الدنيا فواتها لا شاف ويفنى فيها، ما غره نهاراتها ولا غره ليالها. بالنسبة لأخذ الفاركة هو إن شاء الله يانا بما تحرصون وتوترش والتعرش بغناك وريش في دفاه، وجوري لا تنقش وتتنعوش في ثرى ما تحرصون، وصول إياك ترش وتنعش ما قولك بمزون القبول، ويا الغير توترش والتعرش بغناك وريش فيه، وجوري لا تنقش وتتنعوش في ثرى ما تحك لرسول صول، إياك بذا تنعش وترش بمزون القبول المقول، ولا عنك سيري لو فيه فيه وصول على طول، وجور سيري لو فيه قبال وفيه جول قبال وصول على طول. والسلام عليكم ورحمة الله. محمد فاضل ابنه نفتح بيت الناقد مع محمد فاضل سيدنا، تفضلوا. محمد فاضل كيف الحال؟ ياك لباس. محمد فاضل قطفتك مي من الشعر الحمد لله. الله يبارك فيك. هاك مهم الشعر لغنى واجعة الزمن، وطنت تقول زمن قاع الناس فيها شي دافع عليهم، لا يعرف على شي سالهم بعد، واحد بعد قاع ما هو من المجال ولا هو ذوقه يخليه عنه عادي، لنشوفه في التلفزة ما هو ما ظهر بيقلب عنه مثلا، لا سمعوا في ذاعي برمها عنه، معناها عن المجال هم اللي يلطموا يخلوا يتكلموا ظاهرة معينة، والناس اللي من المجال عادي تعود مثلا ما يذوقها مسألة بسيطة، أما تحديد القيمة إذا كانوا بقيمته والله ما هم قيمته، لكن يخلي المثقفين هم اللي حد القيم، والله هم اللي يثبتوها والله يعدموا وجودها، فهمت؟ والثقافة والناس اللي تعرفش والناس اللي تعرف اللي يبني الدول ويبني المجتمعات، قطعا المجال الأدبي قطعا معاطين وقرعة كبيرة من ذاك، بالتالي معناها عنكم أنتم الشباب لا تتأثروا بذيك الناس اللي دائما دافع عليها اللغنة دافع على أمورهم، يا غير تأثروا بذيك الأمور السلبية اللي تتعلق بالإفراد من رؤوسهم، مثلا واحد من اللغنة يعملوه بطريقة ما هي صالحة، والله واحد من الشارع يستعملوه يتكسبوا به أكثر ويتذلوا به. لك على كل حال بادع الناس كاملة في اللغنة وفي السياسة وفي الطيران وفي المهندسين وفي الأطباء، معناه هو الناس كاملة. إذن هذا إدخال وتوفيق قاعك نختار اللي نقوله في بداية البرنامج. بالنسبة لطلعتك فيها شويات كنت صايب عنهم، هذه بعد كثرت منها، بعد ما هي زينة، زين الله بلدها، والوزن قاع بها ما هو زين، وحد لا يوزن بها يحاول دائما عن هي من الكلمات خارج من الكلمات يحتاج إلى الضيق. عبدك ماك تعرفه وشفت خارج من الكلمات يحتاج الشيء يسيسه أساس تعرف بعد التأسيس بعد تعرفه في القافية حق والله ما حق في الشعر، حتى خارج بعض الكلمات حد قال مثلا بعد زين فيه وزنها بلعت، فهمت؟ وسعد فهمت موسيقيا تشمرها، وما حد قال بعد وزنها بجد والله حد والله كذا، دائما ذاك ينفش بعد، فهمت؟ ثم اللي قلتها مرة أخرى ولا يتسفرت بعد حد، هذه بعد هون كنت قاعد استغنى عنها، كنت تقول ما يتسفرت قاع حد الله زاد حد، فهمت؟ أبلغ قاع هون وزاد من بعد اللي هم آتي كاملات إلا من كلمات الشعراء المغنين يغلقوا بهم نصوصهم. أنا قيس لك طلعتك، شو طلعتك هذه أنا فيها تاهلت نختارك تحكي هذه ترى علينا ونماك، وتتنعوش فضرامة حرصول وصول إياك ترش وتنعش، هذا شنو هذه قرأ هذه وصول إياك ترش وتنعش، هاي رأيك تهوي طالعة والله قاعد زايدة شوي، وصول إياك ترش وتنعش ورصول وصول هي وصول وصول هي زين وصول إياك ترش وتنعش، هاي التهويت ما هي زينة قبل واو العطف ايه ما يحتاج ذاك ما يحتاج ذاك ما ينحسب
وهون هم اللي كثاف من هاي توترش وتعرش وتعترش وهذه الكلمات مليت بهم طلع تاكلين عادة الطلعة عادة ثقيلة هي غير كثرت منهم حتى مثلا كلمات خير حد يوزن بيهم أكثر موسيقى في الراوي وفي القافية من حد يديرهم في الطلعة نفسها فهمت لك وتم اللي كثرت منهم حتى لين ضيعت بهم الطلعة قافك ما خاصت علي شي مراد في ترادي الغنى ولا عنك سيري لو في زين ذيك في بينها جناس قد يعود وصول على طول وجول سيري لو في قبال وفي جول قبال وصول على طول مع انه تكرار للمعنى قلت تصيب عنه ولي لك توفيق محمد فاضل كيف حاله؟ يا قريب هسه الخير النتيجه اللي ضيق الوقت لين تخطى وطلع طلعتك اللي مطلع بها القاف مع انها للعموم طلعة زينة ونقيسوا طلعة المشاركة تهليت الأولى شني يعني في مدح رسول توتره هاي تهليت مع كلية وزايد خلاط هذا كان وشفت على العموم طلعة يعني في مدح رسول توترش للعموم شفت الطلعة مليانة أولا من الحشو ومليانة لا كرش مسلول عودها من أفعال الأمر مليانة من أفعال الأمر غير مولي حقيقة ما تحرصوا القاعة ما نقدر نشوك عليه غير بعد مولي ما فهم مقبال شيء لا طلعة وتوه مليانة من أفعال الأمر ومليانة مولي من الحشو وكثرت مولي من هذه اللي مثلا نرى انك تدور بها موسيقيه تناسق غير مولي الكثر ينفطن على كل حال طلعه زينه وملاقط عن انه ده يعقب مثلا يقول شيء ماذا هو ومتمني لك شان الله شكرا جزيلا لجنة التحكيم على نقدها طبعا لنص المتسابق محمد فاضل واللبن وهو المتسابق رقم 4 في حلقة الليلة من بداع الجيل وضركات إياها لهنا بقاوة مع المتسابق رقم 5 اللي هو المتسابق الأخير من الفرسان 5 اللي يتنافسوا أعلى العبور شور الدور الثاني من مسابقة برنامج بداع الجيل اللي هو المتسابق رقم 5 اسمه المتسابق المرابط والعموه المرابط والعموه هو الفارس الخامس من حلقة الليلة من مسابقة بداع الجيل بعد فاصل قصير اللي نبقى معاه على منصة إلقاء أمام لجنة التحكيم إذا فاصل ونبقى مع المرابط والعموه بكم السهلة وهلا من جديد مشاهدينا الكرام المرابط والعموه الفارس الأخير في حلقة الليلة هي طبعا يبدأ مع لجنة التحكيم بنصه الأول اللي مطلع به القاف تفضل المرابط أهلا وسهلا نبقيه اسم الأشقاب نبقيه اسم الأشقاب واستهدي فيها والذهاب ويتمي هاب اللين هاب فيها ما حد فيها ولا يدخل منها يكون باب طاعف لكن ناشيها ويتكايس ومس التراب
ويعلم عنه من جيها حد الدنيا فواتها لشافوا يفنى فيها ما غروه نهاراته ولا غروه لياليه. نص المشاركة يتخمام تبان واحل في التجوال وضرك باحل موجب للتنبيه زاحل لك عليك أيام شور المحرد تل ساحل وأيام في الخيام ما لك هاني اتراحل وهنا يتخمام قدر يعطي حد يعمل دراد القسام تتحقق الأحلام يعمل الأعمار القدام. لجنة التحكيم معكم يا قريبات أنا بسلمين عليك ومن خلالك بسلمين عليك الأسرة الكريمة الأسرة الأدبية وهاي الأسرة الأدبية ما اللي حد شاد فيها مثلا الله لأنها يندرج في هذا النوع هدف النوع من البرامج لها نتخطى شور طلع اللي مشارك به يتخمامت بان واحد في التجوال ودارك باح الموجب بالتنبيه زاحل ذاك عليك أيام شور المحرات تل الساحل وأيامه في الخيام مانا كهاني عتراحل وهنا يتخمى قدر يعطي حد يعمل لراد القسام تتحقق الأحلام يعمل الأعمار قدام شتاي طلعة لا طلعة من سقير لكبيرته هاي الطلعة ما يعادي بها الزين يتخمام تبان واحد وملانة مولي من الفواصل الزينة يتخمام تبان واحد في التجوال ودارك باح الموجب هذا مولي اشتاذ الآية الفلاق لا آية من آيات الله ما هو عادي به الزين راكب ولا ملود له ولا هو عادي به الزين هذا آية الفلاق ما هو عادي يريد تجيب الآية الفلاق وحده عود قاع كيف باح الموجب للتنبيه زاح ذاك عليك لا الفواصل الزينة ذاك عليك أيام شور المحرد تل ساحل زين مولي هذه تل ساحل هذا النوع من النعت زين تزيان النعت الزين وجملة مولي تفسيرية ما يعادي بها الزين وأيامه في الخيام مانا كهاني عتراحل وهنا يتخمى قدر يعطي حد يعمل لراد القسام تتحقق الأحلام يعمل الأعمار القدام هذه مولي هالجناس يعمل زين والحقيقة ظاهر لأنك إذا تميت مشي المشي تعد مستقبلك في المسابقة يعمل الأعمار لقدام. شكرا تمني لك تهل. أحبان المرابط لأن سنتي لك مبلمين وفوا صديقي محمد حي قطعا طلعت قطعا طلعة زينة عم نشوف عليها شيء وإذا قال لك فيها كامل بحالته ذيك قدر يعطي حد يعمل لرادر قسام تتحقق الأحلام يعمل الأعمار قدام إجي ناس زين يا غير يعمل هذه اصلا في الحسانيه ما يقولوا يعمل يقولوا شو حرماوي يعمل يشتغل يقولوا كابد يقولوا مثلا عنده يسر من من من, من الاستخدامات غير بعد ما العربيه راهي محوره على الفصحى ما محوره على المغنين غير تو الى قدو جبروا شيء في الحسانيه الى ما فرق عليهم ذاك اللي في الحسانيه من الكلام حدهم يساعد ود يحتاج الفصحى فهم لكن يعني قدو عد فقر شوي ف النص وثانيا يعمل مولي في الحسانيه يعتمد عندها معنى ثاني فهمت يعمل حد حق انك تعرف في قطاعات الهدار يعمل حد كذاش معناها يرجع حد يعدل كذا راهي ما يرجع يقولوا في الحسانيه فهمت انا قد يعطيك تعس من ذاك المعنى وعموما طلعتك زينه ماني معلق عليها كيف ذاك فهد قال عنه محمد حي بالنسبه لطلعتك صار يقول فيها شوي ملاحظه سنتيت من بغيه كذاش وانت مطلع قاف بدايته حد الدنيا فوات حد بشكل عام يسوم هو كان شفت هون انت جبت نبغيه وجبت الهال ذا هو وعد بها ذاك الحد ذاك او ذاك ضمير وعد ذاك الحد فهمت يا غير هذا ما هو سليم في الكلام بشكل طبيعي نبغيه حد يكون اذا اعتبرنا ذيك حد بدل من ذاك الهال ذاك فهمت ما هم الاساليب الزينه حتى في الحسانيه ما هو زين فيه معناها قبيلك كنت تستغنى عن ذيك الهاء وتقول نبغي يعدل كذاش وكذاش حد الدنيا فواتها مع انك انت تقاف عندك في اشكال اللي شافوا وفي شر اللي شافوا يفنى فيها ما يغروه نهاراته والله لا شافوا فهمت معناها عندك طلعه وزنتها وزن زين يا غير ما هي راضعه قبال على القاف من ناحيه الشكل وفم مولي شوي في المعنى ما هي راضعه حتى القاف اتمنى لك التوفيق. شكرا محمد فال على طبعا هذه الدرر النقديه الثمينه
اللي قدمته للمتسابقين الخمسة طبعا في حلقة ليلة. هذا المتسابقين اللي يتنافسوا على العبور شور الدور الثاني من المسابقة بطبيعة الحال. وشكرا جزيلا على هذه النصائح وعلى هذه الارشادات اللي نتمنى وان يستفادوا منها المتسابقين يستفادوا منها المشاهدين. لان بدع الجيل مسابقة أدبية هدفها الرئيسي هو طبعا تخريج أجيال تعمل قرائح حافظة اللي ينقالوا الإبداع في الأدب الشعبي. نشكركم جزيل الشكر. نشكر المتسابق رقم خمسة المرابط والعمو. ونذكر مشاهدينا الكرام بأعلان مؤسسة حي كيبو للخدمات. هذه هي المؤسسة القائمة بديكور مسابقة برنامج بدع الجيل في موسمها الرابع. نشكرها جزيل الشكر على هذه اللمسات السحرية ومواكبتنا طبعا الأدوات التراثية اللي هي معلغنا الحساني طبعا صنواني لا يفترقان. نشكرها جزيل الشكر على هذا الأداء المتميز بجانب ديكور. وطبعا دائما رقمها يظهر لكم خلال الشاشة في مسابقة برنامج بدع الجيل للتواصل طبعا معها بخدماتها المتميزة. بارك الله فيكم. ننتقلوا شور فقرة براعة الجيل، هذه الفقرة الخاصة بالأدب النسائي واللي من خلالها مسابقة بدع الجيل حريصة على طبعا تمكين المرأة الموريتانية من وضع بصمات خالدة في مجال الإبداع من خلال فنها وغناء أدبها اللي هو تبراع بطبيعة الحال، ومع الفنانة الكبيرة صاحبة الصوت الشجي والرخيم الفنانة المتميزة بإطلالتها طبعا والمتميزة أيضا بأدائها في النقد من خلال نصائحها ومن خلال إرشاداتها ومن خلال قليعة شكارة التبراع اللي مشاركت به البراعات معها اللي هي الفنانة الكبيرة المتميزة مويمة من دندني سليلة الأسرة الفنية المرموقة. نشكرها جزيل الشكر على فقرة براعة الجيل اللي هنا بقاوا مع مويمة والمتسابقات من البراعات. ونرجعوا للنتائج النهائية بالنسبة للجنة التحكيم بداع الجيل والجزء الأخير من ضيف الشرف مع الأديب والعميد عميد الأدب الشعبي الأستاذ دوه البنيوق. إذا براعة الجيل ونرجع لكم. مرحبا بكم السهرة مشاهدينا الكرام في الحلقة الثانية من مسابقة براعة الجيل. في الحلقة الماضية طلعوا معنا 4 تبريعات وكانت من بينهم تبريعة يبدون المونتاج وقد بكلمة منها وعاد تحدث معها شك على أنها ما يوازنة. وللأمانة التبريعات اللي جاتنا وازنة، وهي عاد يجيب الليل ياسر من المماجة والويد، وقدت عبارة عاد بها المونتاج وهي تبريعة زينة للتصحيح. وبخصوص حلقتنا الليلة التبريعات اللي جاونا شاركوا معنا وهما أول تبريعة عنك يتفقاد رخيبين لعد تلقاد، وهذه التبريعة للمتسابقة مليحة. هاي التبريعة من حيث الوزن ما نمشي لقرارها شقارة قبالك برا من قدها ونعطي فيها 9/10. ومن حيث المضمون مشقل عليها عنها خالية من حسانية التبراع وما شفت مودي فيها صورة معبرة قبال الخيبينة. ما هي زينة ومولاتها فرصيتها انها لا بد لها توزن وتوف فرصيها الوزن، وهي كانت يلا تقول الخي علينا يقير خوفا من التعكلي قالت الخيبينة. وعلى كل حال نعطيها في المضمون 5/10 ونتمنى لها التوفيق. بالنسبة للتبريعة رقم 2 للمتسابقة عشت تقول بسمك هي المعبود سنتي ترفيش مع الغيود. من ناحية الوزن التبريعة مكتملة وتستحق علينا 9/10. ومن ناحية المضمون أنا هذه التبريعة ما فهمتها بيدي هي سنتات باسم المعبود اللي هو الله تبارك وتعالى، ودخلت عقب ذاك في الفيش مع القيود. الفيش هون ما قالت لنا شنهي إيه كان هالفيش الفيش الفيش في طاعة مولانا، دعت الفيش في طاعة مولانا ذاك ما يعود الدام على القيود يعود مع الناس كاملة، ودعت الفيش في شي ثاني ما فهمناها. على كل حال نتمنى لها التوفيق وأنا نعطيها في المضمون 5/10. وبالنسبة للتبريعة رقم 3 للمتسابقة منتو تقول تنزاد علينا لو جاع بشوفة عينينا. هاي التبريعة من ناحية الوزن مسبولة وزينة وتستحق 8/10. يقر من قد المضمون فيها قراءتين، واحدة تعود مصرحة باسم المحبوب وذاك ما هو زين في التبريعة،
والقراءة الثانية دي جبرت الهانة واعتمدتها له هي عنها تعود مضمنة المذر شفنا عينينا، بمعنى قدمنا لنا جبر راحة نفسية شوفوا عينينا ويقومون دماشة. ذيك القراءة تشفع لها ونعطيها 7/10 في المطلوب، نتمنى لها التوفيق. بالنسبة للتبريعة رقم 4 للمتسابقة خديجة تمت محمد يحيى تقول: قادر بعد الله علي يجمع شمدي وياه الله لي مزين. التبريعة زينة من حيث الشكل اللي اختارت فيه وزن الله اللي عبر عن الوجاع والدم والفراق، ومنين قالت قادر بعد الله علي يجمع شمدي وياه زين حتى نعطيها 9/10. ومن حيث المضمون معناها زين وفيه ياسر من الاتكال على الله والتعبير عن التوحيد بعد الفراق مع الحبيب، ونتمنى لها التوفيق ونعطيها في المضمون 9/10. بالنسبة للتبريعة رقم 5 للمتسابقة الهمة تقول: هو نحن كنا يا العقل الراو اللي ما كنا اسكي حتى مزين ذا تبارك الله، هذه زينة وموزونة تستحق على وزنها 9/10. من ناحية المضمون هذه التبريعة بلقت القمة في التعبير في مخاطبتها للعقل وبكائها على الأضلال لمثل أجمل ذكريات بالنسبة لها. هو نحن كنا يدبال الراو لما كنا اسكي حتى، كيف قلت الشاعر هذا ربع عزته فعقلا. طبعا البيت مشهور ومعروف عندكم، ونعطيها في المضمون 10/10 ونتمنى لها التوفيق إن شاء الله. بالنسبة للتبريعة رقم 6 للمتسابقة تنزاه تقول: ملاو جفوني بالدمعة ليعات يجوني اسكي حتى. هاي التبريعة ما هي عادية، بها الزين تبارك الله واستخدمت فيها فاصلة في بلدها قبال. ملاو جفوني بالدمعة وتجي الفاصلة وتقول عقب ذاك ليعات يجوني اسكي حتى، ما هي عادية ونعطيها على الوزن 9/10. ومن ناحية المضمون التبريعة فيها صورة ما هي معقولة، لا كأنها رسمت عينين مقرقرات في الدموع وهي تتذكر ريعات محبوبها، ما هي عادية اسكي اسكي حتى، نعطيها في المضمون 10/10 ونتمنى لها التوفيق. بالنسبة للنتائج النهائية التبريعة رقم 1 للمتسابقة مليحة جبرت 15/20، والتبريعة رقم 2 للمتسابقة عشتو جبرت 14/20، والتبريعة رقم 3 للمتسابقة مينتو جبرت 16/20، والتبريعة الرابعة للمتسابقة خديجتو محمد يحيى جبرت 18/20، والتبريعة رقم 5 للمتسابقة الهمة جبرت 19/20، والتبريعة السادسة للمتسابقة تنزاه جبرت 16/20. والتبريعات الأربعة اللي تأهلوا معانا وطلعوا للدور الثاني وهما في المركز الأول الهمة، والمركز الثاني خديجتو محمد يحيى، والمركز الثالث مينتو، والمركز الرابع التنزاه. لاهي نشجع البراعات اللي طلعوا معانا ونقني لهم بتبريعاتهم ونتمنى لهم توفيق إن شاء الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تزاد علينا الأوجاع بشوفت عينينا، الأوجاع شوفت عينينا يا العقل يا
مجبورين بيت معايا لي يعاتجوني بالدمعة يا ري يعاتجوني أو يا نمايا قادر بعد الله يا قادر بعد الله يا هي علي جماع شمري ويا وعلي جماع شمري ويا ويا زبناء موريتاني. تعرف على كيفية الاشتراك في بين كونكت. اضغط على الرابط الذي تم إرساله في رسالة نصية بعد تفعيل الباقة عبر نجمة 2 مربع أو نجمة 222 نجمة رمز التعبئة نجمة 90 مربع. أدخل الرمز الترويجي الذي توصلت به في الرسائل النصية في الخانة المخصصة له ثم اضغط على تفعيل. املأ جميع المعلومات المطلوبة لإنشاء حسابك في الخانات المخصصة ثم اضغط على التالي. ستظهر صفحة الله وبركاته. حياك الله الأستاذ الحسن، حيا الله الشباب المتسابقين وأستاذين لجنة التحكيم، حيا الله المشاهدين. رمضان مبارك، كل عام والجميع بألف خير. هذه الفقرة اللي عودناكم أن نتناولوا فيها أدب حد من الأدباء القدماء. الليلة اخترنا لكم العلامة والفقيه والشاعر والأديب محمد والأحمد يورا لين يتناولوا نماذج من غناه. محمد يقول نخوف من النار إلهاك يسر لي مولانا ملقاك بي تعدال الهول معاك ونخوف من ذنوبي وانتو وقت نجبر لغيود وراك ونفوت عم القاك تنوب نطمع بالجنة بي ذاك من مكفرات الذنوب ولا ريتك يا تنزاهي فما عصيت وريت المطلوب ولا ريتك ملاهي يبقى ذنب علي مكتوب. ويقول المحرة تعرف المغليه علي ومرغبني فيه خاطر ريت وسلمت عليه قايم من بل المحرة درد منزل وذل مولع بيه وانا قبله كنت المحرة ما نبغيه لما نبغيه الا حد عندي محرة. اللي يقول مريفيد ومغيه والمان هو مكان وكر البضان وانت نال الصلي وقي كان ما تدل بأخبار وليد يا غيربان يا شوان وبما يد وملزم بزيد والنب كمال وبنت نان والمان ومغي ومريف. ويقول كنت نظن اني كان بعدت عنك نقرهاك ونثبت ونحل الراس ولا خلقت مان الله يا انا ما حليت الراس ومان الله ما فت زاد ثبت ولا فت قريت. ويقول لحق لي لنقصد عمران من تحمد عني ذا انا في بلد ماني منها من زاد وعني بعد الا بعد وعني زاد الا زاد. ويقول يا لطيف التفقاد راح الليلة من زاد ويا لطيف العراد بعدتني يا لطيف ويا لطيف الطف زاد بعبدك الضعيف.
ويقول تم بغر وودش والحوطة ما عزمي كنت لهم نوطة ولا عزمي نوطة فنبوطة كنت لا فبير المعتوب حق اللي خطط لخطوطة فيدي ما عزمي كنت انتوق علفهم منتوب ونوطة فهلتوب وحسب الموتوب غير عيب اللادم عزم ويخسر لجاب وله لنتوب ويمتم فم ودش حزم وتم بغر وبير المعتوب ويقول كان من اللي يزهل العين تخراص النخلات الثنتين وشوف التزايم الشقين وكراع الخيل وذاك قيل اللي يظهر للواقف بين التزايم وكراع الخيل وبهنضام ومسي البران باللمنين اكترموا بالسيل من قبل ذاك واللي كان شوفه يزهل العين مشانا وش قعدنا انا وانتهون وحدنا العقل على داره مدنا قبل تساحل وهاد الحين وحكا كان قعدنا عدنا ويلا كان مشينا شينا ما فتانا وانت الاثنين بكينا حتى وشكينا وتمثلينا في الدار لين حب الدار تعيشينا ويقول يوقي هالشغل اللي كان يزيد الطرد من الاوطان هذا يرقب دار العزبان النوبه ذيك المعلومه خلك ريع راه وبان والجباية والتيتومة وهذه الطنباصة فكفاها دار من الطرب مسكومة والخشومة لا إله إلا الله إلا الخشومة يقول قدمت يدر من صلاح غرشي تمال وراح حد من عذاب الحاس راح بعد انفراقه ذي قدمي وانفراقه منها مصاح كوني واجه لوت تدو حد على زير تلوت اللاح عينو شقندر خبعدو زيرات السياح ومهم راح شقند يقدو ينعدو حد على زيرات السياح لكن قدمت يدر عد السلام عليكم ورحمة الله إذا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد مع ذانا والمتسابقين الخمسة وفرسان حلقة الليلة من مسابقة برنامج بدع الجيل اللي نتمنى لهم التوفيق بطبيعة الحال لكن طبيعة المسابقة هي عن اثنين تختارهم لجنة التحكيم لا هي يتأهلوا مباشرة شور الدور الثاني وأيضا فما تياها ثلاثة يدخلوا مرحلة الخطر واحد منهم ليستفاد من ورقة الإنقاذ ويلتحق بزملائه في الدور الثاني طبعا منهما اللي له يطلع بقوة نصوصهم مع لجنة التحكيم ذاك اللي نعرفوه مع لجنة التحكيم ومنه المتسابق اللي ليستفاد من ورقة الإنقاذ ويتخطى شور الدور الثاني مع زملائه ذاك أيضا اللي نعرفوه مع عميد الأدب الشعبي ضيف شرف حلقة الليلة من برنامج بدع الجلد والبنيوك لهنا بقى وضعكم على لجنة التحكيم والنتائج النهائية بالنسبة للمتسابقين الخمسة اللي تراعبوهم على منصة مسابقة برنامج بدع الجيل بالنسبة لنتائج الحلقة دائما نطمئن المتسابقين عن خائفين حتى من حقهم وبالتالي ما نحاول دائما أن نعطوهم الآن النقاط اللي ظهر نحن عنهم يستاهلوا وحاولوا عنا ما نظلم حد والمتسابق المتأهل الأول في حلقة الليلة المرابط والعمو المتأهل الثاني السالك والزاي بالنسبة للجماعة الأخرى الثلاثية لا يخلوا أحد منها يعود ينقذ الدور وتسيبنا على إعلان نتائج حلقة الليلة ومبروك للمتسابقين الاثنين المرابط والعمو مبروك لك العبور شور الدور الثاني والمتسابق الثاني اللي هو السالك والزايد مبروك لك أيضا زاكي السالك والزاكي مبروك لك العبور شور الدور الثاني بإمكانكم المغادرة
وترك المتسابقين الثلاثة الآخرين طلك منيح. ترك المتسابقين الثلاثة الآخرين اللي بقاوا معيانا هون هادو دخلوا مرحلة الخطر. واحد منهم هو اللي التحق بزملائه في الدور الثاني لكن عن طريق ورقة الإنقاذ اللي له يشوفوها مع الأديب الكبير ضيف شرف حلقة الليلة من برنامج بداع الجيل عميد الأدب الشعبي الأستاذ والناقد والباحث دو والبنيوق. دو مرحبا وسهلا وهلا. مرحبا بكم وسهلا. إذن ثلاثة دخلوا مرحلة الخطر من المتسابقين الخمسة. عموما رأيك في المتسابقين الخمسة؟ تسمعت نصوصهم الحمد لله كاملين بشكل عام، شنو وجهة نظرك فيهم؟ وجهة نظري فيهم ذهي أنا يقول تقول الناس إني جامل في البرامج غير المسابقات ما جامل فيه اللي عدت لسن تحكيم أنا هم توافقنا فيه قطعا. الأول عندي والعمو، والثاني عندي هو السالك والبزاك. المتسابقة محمد فاضل ولبنه شاعر وها معدل إسقاطات للشعر على الغناء والحسانية والعربية ما واحد. الحسانية منت العربية غير منت متمردة ومتوثبة ومتجددة ومطاطة ومرنة ولا بلقي عليها ليدي، وبالتالي إسقاطاتها عليها لا يعود كيف حد مثلا عنده رواية ظليقة وها منو يعتن عليها أيده فيها قلاص، معناها أنه ما يقدر بدنا يعتن عليها ذيك الطريقة ويوك وضاح فيها عنه روق هذاك الروق، وبالتالي كانت عصية عليه. اللي هو محمد عبد الرحمن ضيع هو تشيريم على رمضان بشهر زين وفيها شوع قطرتك رمضان شهر زين عليك أعمال ينضربوا فذنين ضيعتك الابتدائية وعملية الضرب وعملية الضرب قاع ترى ما هو زين الزمن الحقوق الإنسان لا تناطي المسلمين خيرهم سلامته. وذا اللي عدلت لجنة التحكيم أنا موافق عليه غير أنا ماشي عن الخلطة الثانية إن نشبههم ولا نقولها قدامكم هو الشيخ سيد أحمد والخديم. يعني مبروك للمتاهل الشيخ سيد أحمد والخديم اللي تاهل عن طريق الله اللي تاهل طبعا هو موافق لترتيب لجنة التحكيم كان موافق لترتيب لجنة التحكيم رأي ناقد والأديب دو البنيو كان مطابق لآراء لجنة. أنا قاعد مزيد داخل نياز زايبية حكاية الناس الكبار اللي نشكروه على طبعا اللي أديب كبير ومميز أنا قاعد ننوه فيه بيلي خوي وصاحب والله حكاية دخلت ليش من هالزاي والله. إذن شكرا مبروك لك الشيخ سيد أحمد القديم استفادة من ورقة الإنقاذ والعبور مع زملائك بالتوفيق إن شاء الله في الدور الثاني. دو مع أحمد والأحمد زيدان مشوقين المشاهدين لنماذج من أدبكم الرائع وأدبكم المتميز أعلى أنغام مبدع أحمد والأحمد زيدان اللي طبعا ذكروا بعلن جميع العزب اللي تصنتوا له في مسابقة برنامج بداع الجيل هو من إبداعات صاحب الأنامل الذهبية الفنان الكبير أحمد والأحمد زيدان الحاضر معنا طيلة مسابقة برنامج بداع الجيل واللي نشكره جزيل الشكر على هذا العناء اللي جشم معنا طبعا إطراب وتشليف آذان المشاهدين بهذه الأنغام الرائعة. دو مع محمد باسم لجنة التحكيم مرحبين بالفنان أحمد دول أحمد زيدان أحمد دول الكويت دول أحمد زيدان حجتها وهو معروف قطع عازف هو فنان مولي معاه فنان حتى فنان بسماع الهول سابق ذاك وفنان الحمد لله بعزفه ويغني مولي غير لا هو من راسه ما هو يغني حسه زين حسه زين لا جاحد عنكم إلى ذاك زال جاحد مرحبين به معانا ومشرفين بوجوده معانا اللي سليل أسرة فنية عريقة ومولي شاب ذاك اللي فيها من شيء إن شاء الله والله. إذن عدوا مع أحمد والأحمد زيدان نسمعوا نماذج من مهات الغنى شنفوا بهم أذان المشاهدين الكرام ميزت تماما وأنا ما قد كون أشيد بها اللي فقرة من الفقرات اللي
إضافة، وأنا ما نختار لك إضافة نوعية بها اللي تحجني بالمجموعات. غير إضافة، إضافة مثلاً إضافة، إضافة بونيس أسامة، هذا صاحب الأنامل الذهبية الله اللي تبارك الله وما شاء الله إيدو تخبط لرخاو زينين الله مجانسات معه، مجانسات على زايت دينيت حقبة جيتار تحس إنها ما هي جاية من الخلف، تحس إنها ما هي مقطوعة من الجدر ولا هي مفتورة. الله لك رايح. أنا شنواسي الشفاع من اللي خالق لي من الأوجاع، يا رب أنا ما عندي رب غيرك لا يغفر لي ذنب، ومن ذنوب الشباب أشرب عرضي مكسيين وطولي، ولاني كاسف فعل ولا دب لطريق الهدى يهدولي، ولاني كاسف فعل قرب من حسنات عليهم عولي، ولاني كاسف فعل فعلته من حسنات عليهم عولي، ولاني كاسف كون آمنت بالله وبالرسول. يكون انت يا الله هون وهك وهك عليلة، همي ما عندي تولى من يوم اللي فصلي سنت كون انت، والله تالله ما عندي كون انت، كنت وصرت وما زلت، لا نتمونك إذا أحسنت ونتمونك إذا يا لله مسني الضر وأمنت، لا تترك عبدك حطاما لطفك ما نقبل دفنت، بيت ولا همي يا من لا إله إلا أنت ما عندي كنت، ومن اليوم اللي نتحرك وانت عبد تحرك يراك، ويسيد ويمتان ويبراك نسلا ومالا وخيرا، حنويت الخاطيك في الإشراك، ولا يصبح حقيرا ظني بك خيرا، إني إليك عبدا فقيرا، وانت عند حسن ظني عبدك إن ظن خيرا. يا عقلي ما يحيله قدامك تورس ثقيله، مفول الدار طويله ولا هي قاع المدار، انت العقل بتخذيله خلاص عمرك الاعمار قصار، تزقل كل ليله ليله وتزقل كل نهار. ستك الله ستك الله الله لا الله لا لك مخبوط الله لا احمد الله لا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ابدعت واجدت وافدت شكرا جزيلا احمد ولد احمد زيدان لك مخبوط ولاهي ظالمتك وحجتها تبارك الله. مشاهدينا الكرام دائما في ختام المسابقه نستعرض بعض الاشادات اللي توصلنا على بريد الوارد لمسابقه برنامج بدع الجيل بها اللي هي مسابقه والله فقدني بداع الجيل اللي فيه جات من طعال وبداع ايوا بداع الجيل اللي فيه جات من طعال وبداع ايوا الحسن فيه ومحمدات فيه وفيه البراعه الله لي مزيان الله لي مزيان شنو عندنا حق الله بداع الجيل اللي فيه جات من طعال وبداع ايوا الحسن ومحمدات فيه وفيه البراعة هذه اللي نسجلوها في السجل الذهبي لمسابقة برنامج بداع الجيل من طرف ضيف شرف حلقة الليلة عميد الأدب الشعبي الأستاذ دو والبنيو. وصلتنا طبعا على بريد الوارد أيضا إشادة من محمد ولا أحمد بابو وهو خريج طبعا مدرسة بداع الجيل الله الله. يقول فيها بداع الجيل ثلاث عمام فاتوا فيهم داير الإعلان في التقديم وفي النقد قران وفي التنظيم منين تجيلوا وفرض تشوف انه بلد الشان وبلد المبات ومقيلوا وتشوف انه من يوم البان بان بجيله وبتبجيله بداع الجيل بلا خلاف وتم الفوق بلا مزيل وتم خيار اللي قط الشاف من جيل البداعة جيله سلامتك الله الله لسكي محمد ولا احمد بابا طبعا على هذه الاشاده رائعه منه الله لسكي والله السكي ومحمد ولا احمد بابا طبعا الموسم الماضي الله. وهو طبعا المرتبة الثانية الله. نشكره جزيل الشكر على هذه طبعا الإشادة الجميلة فم العبار الغيلاني حالة لجنة تعرف شي زاد هون طرات وتعرف المقاد في النقد الزين البيه زاد بداع الجيل
ذيك الحيل وعليه الجيل اللي يتراد كل ليلة عاد عليه الجيل خلمه واللجنة فيه اليوم الجاد جمهور وعاد منين يجيل بداع الجيل يشوف طرات في النقد الجودة والبديل جودة والبديل ختام هذه الحلقة مشاهدين الكرام نتوجه بجزيل شكر لضيف شرف اللي أمتع وأبدع جاد وأفاد عميد الأدب الشعبي المتميز الأديب الكبير والناقد والباحث الدول بنيوك شكرا على قبول الدعوة والحضور معنا كضيف شرف في مسابقة برنامج بداع الجيل نشكر جزيل شكر العازف الكبير والفنان العظيم أحمد دول أحمد زيدان اللي رافقنا طيلة مسابقة برنامج بداع الجيل طبعا معزوفاته بأنامله الذهبية نشكر كذلك لجنة التحكيم الأستاذ الناقد محمد فالول سيدنا والأستاذ الناقد محمد والحي محمد حي والسيدية على الدرر الثمينة من النقد اللي طبعا يتوجوا بها نصوص المتسابقين اللي مشاركين في مسابقة برنامج بداع الجيل شكر موصول طبعا للمخرج المبدع هو الآخر فيصل عربي في الإخراج في الهندسة الصوتية سيدينا في الطاقم التصويري خطرة محمد نشكرهم جزيل شكر وشكر موصول لكم مشاهدي الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة نشكر مؤسسة حي كيبود للخدمات هذه المؤسسة اللي طبعا وضعت اللمسات التراثية على الموسم الرابع من مسابقة برنامج بداع الجيل وإلى أن يضمني وإياكم موعد آخر وحلقة جديدة من الدور الأول من مسابقة بداع الجيل هذه تحياتي يحد الدور طلع عشان في البدع اللي ما له مثيل نافس بغنى زين وعجلان في برنامج بداع الجيل إلى اللقاء